الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ماذا تعني هاتان الجملتان الأخيرتان؟ الرجل لا يظهر عليه علامات السفر، أي أنه لم يأتي من مكان بعيد، والوضع أنه قد جاء من مكان قريب حيث إن ثيابه لم يصبها حتى الغبار، ومع ذلك لا يعرف منا أحد، أمر يثير الدهشة والاستغراب والعجب. يقول: فجلس الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنا منه حتى وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس إنسان واثق متمكن، وهذا مما زاد الأمر استغرابا أيضا. ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: ازداد عجبنا، الرجل يسأل
والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والرجل يقول صدقت. فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدعون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل عليه السلام أتى ليعلمكم أمور دينكم. ووقفتنا الأولى مع هذا الحديث: فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، لم يقل بكتابه، كل ما أنزله الله على الأنبياء والرسل، ما نزل إجمالا آمنا، ما أتى الحديث عنه إجمالا نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنبياء وأنزل عليهم كتبا ذكر منها ما ذكره تفصيلا من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود، كل ذلك نؤمن به كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس هذا فحسب، لا نفرق بين أحد من رسله. فموسى نبي الله وكليم الله، وعيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإبراهيم نبي الله وخليل الله، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل من ذكر علينا القرآن الكريم تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما قصه إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بنبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة أبي الأنبياء إبراهيم ونبوة نوح، كما يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. والإسلام له معنيان: معنى خاص هو الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم تأخذ بالأسباب في عمارة الكون وصناعة الحياة. ولما سأل أحد الناس: يا رسول الله، ماذا افترض الله علي؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة، وتصوم رمضان وتحج وتؤتي الزكاة إن كان عندك نصاب الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الدين يسر، الإسلام سهل هين لين، لا تعقيد فيه ولا فلسفات معقدة، هذا هو الأمر. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما قال: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل من الأنصار ينطف الماء، ينزل الماء من أثر الوضوء من وجهه ولحيته ونضارته، غرا تأتي أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفي اليوم الثاني والثالث يأتي نفس الرجل، فقال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: لأنظرن ماذا يصنع. فنزل عليه ضيفا 3 أيام، فما وجد فيه كثير قيام إلا أنه كان إذا تقلب في فراشه ذكر الله حتى وقت الفجر، وأنه ثم بعد 3 أيام قال: يا هذا، ما نزلت إلا لأسألك. وبعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ صلاتك كصلاتنا وأقل، وصيامك كصيامنا وأقل، ماذا تصنع؟ قال: لا شيء فوق ما رأيت، إلا أنني لا أنام وفي قلبي ذرة حقد لأحد. قلبي لا يعرف الحقد ولا الغل ولا الحسد، خير الناس أنفعهم للناس، ولا يؤمن أحدكم حب لأخيه ما يحب لنفسه.
إذن الإسلام كشعائر ومناسك أمر سهل يسير، ليس فيه تعقيد بل فيه توازن بين عبادة الله وبين عمارة الكون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذا نقول لا رهبانية في الإسلام ولا عزلة في الإسلام، الإسلام فن صناعة الحياة وفن عمارة الكون وفن الأخذ بالأسباب والتوازن بين حاجة الروح وحاجة الجسد. ثم إن هناك معنى أعم، معنى عام للإسلام، وهو الخشوع والانقياد لله رب العالمين، وهو الذي حدده نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله المسلم بأسلوب القصر. هذا هو المسلم، ومن لا يفعل ذلك فليس بمسلم حقيقي. المسلم الحقيقي ليس فقط الذي يصلي ويصوم ويزكي ويؤذي الناس ويزكي ثم بعد ذلك يؤذي الناس، لا، المسلم الحقيقي. لن تكون مسلما حقيقيا بمجرد الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج. إذا أردت أن تكون مسلما حقيقيا فعليك أن تعي قول نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم لا يمكن أن يكون مؤذيا لأحد، لا للشجر ولا للحجر. المسلم الحقيقي سلم مع نفسه، سلم مع أهله، سلم مع الناس. هو خيركم لأهله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس خيرهم لأهله، خيرهم لأصدقائه، خيرهم لزملائه، خيرهم لأبنائه، خيرهم لوطنه. ومن لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلا. المسلم لا يمكن أن يكون مؤذيا، فإن وجدت إنسانا يحب الأذى أو يصدر منه الأذى فليس بمسلم، لأن النبي يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، يقسم نبينا صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 3 مرات. من لم يقل الذي لا يصلي ولا الذي لا يصوم؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، هذا هو الذي لا يؤمن. ويقول ما آمن بي، من لم يقل من لم يصلي ومن لم يصوم، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس كلاما، العبادات لتهذيب السلوك والقيم، وما لم يظهر أثر العبادة على السلوك صدقا ووفاء وأمانة فمن يأخذ من الإسلام جانب الشكل ويضيع المضمون بأن يكون كذابا أو خائنا أو مخلفا للوعد أو مؤذيا فهو صاد عن سبيل الله بسلوكه وأفعاله. ولما ذكروا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة قالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لم يقل قتلتها إنما حبستها فقط وغفلت عنها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، حركة حياة لعمارة الكون، لحياة اجتماعية وإنسانية مستقرة. الإسلام أعلى قيمة الإنسان واحترام الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو قال ولقد كرمنا
بني آدم، كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته، لم يقل كرمنا المسلمين وحدهم ولا المؤمنين وحدهم ولا الموحدين وحدهم، ولقد كرمنا بني آدم، وحرم قتل النفس مؤمنة أو كافرة أو مسلمة بدون حق، أنه من قتل نفسا أي نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وأمرنا أن نقول الكلمة الطيبة للناس جميعا مسلمين وغير المسلمين، بل إن غير المسلمين يتطلب أن تقول له أطيب الكلام لتريه عظمة دينك وإسلامك، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمسلمين حسنا، للناس حسنا، ولم يقل رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسله رحمة للمسلمين فقط ولا للمؤمنين فقط، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الإسلام، رحمة للمسلمين، رحمة بغير المسلمين، رحمة لغير المسلمين، رحمة للحيوان، رحمة للشجر، رحمة للحجر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يتعب جمله قال يا صاحب الجمل اتق الله في البهيمة التي ملكك الله إياها، فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. النبي كان رحمة للكون كله، فمن أحب صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسير على ضرب سيدنا رسول الله فليكن رحمة للحجر والشجر والبشر، لا يأتي منه إلا الخير، المسلم كتلة من الخير، كتلة من الحب، كتلة من الإيمان، كتلة من التفاؤل، يحب للناس ما يحبه لنفسه ويكره للناس ما يكره لنفسه، وفي لأصدقائه، وفي لوطنه، وفي لدينه، أنموذج صحيح. ولذا لما سئلت السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان يجسد فهم القرآن وتطبيق القرآن في حياته، فمن أراد أن يهتدي بهدي سيدنا رسول الله فعليه باتباع سنته بأن يكون رحمة للناس جميعا، لا يؤذي أحدا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. ذكرنا أن للإسلام معنيين، معنى خاص وهو كما قلنا أن تشهد، وكما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما المعنى العام أن تكون سلما للناس جميعا، وأن تسلب أمرك كله خشوعا وخضوعا وطاعة وانقيادا لله وحده، لله رب العالمين. وهذا الإسلام بمعناه العام هو الذي قال عنه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام عندما قال رب، وكان هو وسيدنا إسماعيل يبنيان البيت الحرام، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أمة ما بعد إبراهيم ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وعندما كان يضع وطاك ابنه وزوجه هاجر عليهما السلام، وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه الدعوة التي دعاها سيدنا إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا نوح عليه السلام في سورة يونس،
ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا سيدنا نوح من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقرون مديدة وملكة بلقيس، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام أسمعناه السلام والخضوع والانقياد، ومن معاني الإسلام السلام. وعلماء اللغة على أن المواد اللغوية التي ترجع إلى جذر لغوي واحد تشترك في معنى عام واحد، فالسلام والإسلام كلاهما من مادة سلمة. فالإسلام دين السلام، ونبينا نبي السلام، وتحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام. فحققوا السلام في بينكم في الدنيا يحققه الله لكم يوم القيامة. وأختم بأمر هام جدا من صفات المسلم أيضا. قلنا المسلم لا يكون مؤذيا لأحد، ولا يأتي منه إلا الحب والخير والكرم ونفع الإنسانية. وقد نهانا الإسلام عن كل ما يؤذي الآخرين، ولو كان قولا ولو كلمة ولو نظرة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. وأنزل القرآن سورة كاملة للتحذير من همز الناس وغمزهم ولمزهم والسخرية منهم، ولا سيما إذا كان الإنسان لا دخل له فيما امتحنه الله به أو ابتلاه به من مرض أو عاهة أو أمر لا دخل له فيه. المسلم لا ينظر إلى أصحاب الابتلاءات نظرة سخرية ولا استهزاء، لا همزا ولا لمزا. فقال سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم، وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، ويل هلاك شديد. وقال بعضهم بعض علماء التفسير اسم واد في جهنم تستغيث سائر الوديان من شدة حره. وجاء هنا في بداية سورة الهمزة وفي بداية سورة المطففين ويل للمطففين. فجمع في العقوبة ساوى بين من يغمز الناس ومن يأكل حقوق الناس. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة صيغة مبالغة كثير الهمز، أي الذي يهمز الناس، واللمز الذي يلمزه. ما الفرق بين الاثنتين؟ قالوا الهمز يكون بالفعل، كأن تشير مثلا بطرف عينك احتقارا لفلان، واللمز يكون بالقول. عينك احتقارا لفلان واللمز يكون بالقول. الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول. وقال بعضهم الهمز يكون في الوجه واللمز يكون غيبة في الظهر، أي أنك لا يجوز لك أن تنال من أخيك لا سرا ولا جهرا، لا في وجهه ولا في ظهره، لا قولا ولا فعلا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سلم الناس من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. وقال من يضمن لي، اسمع إلى هذا الحديث الموجز، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة.
هل تستطيع أن تحافظ على هذا؟ من يحفظ لي ما بين لحيي. الفم له وظيفتان، الكلام والطعام، فلا يدخل طعام حام ولا تتكلم بحام أو بما يغضب الله. احفظ هذا، هل تستطيع أن تحفظ فمك؟ فلا يدخله حام ولا يخرج منه حام، لا تأكل حام ولا تتكلم بحرام، وأن تحفظ فجك عن الفواحش. إن فعلت هذا يضمن لك سيدنا رسول الله الجنة. احفظ هذا الحديث جيدا. من يحفظ، حافظ على هذا، من يحفظ ما بين لحيي أو ما بين فكي من أن يدخل حرام أو يخرج حرام، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. ويل لكل همزة لومزة، الذي يغمز ويلمز ويهمز ويطعن وينال، فما بالكم لو كان افتراء على البراء وطعنا على الشرفاء ونيلا من الأوطان وتشهيرا بالنبلاء وافتئاتا على الله ورسوله، فالأمر أشد والويل. ثم إنك إن استهزأت بخلق الله أو تطاولت عليهم، فإن العلماء يفرقون بين همزة، علماء اللغة، همزة بالفتح ولمزة بالفتح، وهمزة ولمزة بالسكون. همزة ولمزة بالفتح هو الذي يستهزئ بالناس، والهزأة والهمزة واللمزة هو الذي يستهزئ به الناس. فإن لم تكف عن خلق الله فإن الله قادر على أن يحولك من همزة اللمزة تستهزئ بخلق الله إلى همزة اللمزة يستهزئ بك خلق الله. فمريض اليوم قد يكون صحيح الغد، وصحيح اليوم قد يكون مريض الغد. كم من مريض، كم من سقيم، وهذا واقع، كم من سقيم مبتلى بأي مرض كان، حتى لو كان مهما كان المرض، كم، لأن قدرة الله عظيمة. كم من سقيم قد تخطاه الرداء فنجا، ومن الذي مات؟ ومات طبيبه والعود. ألم يحدث أمام أحد منكم ولو لمرة أن إنسانا كان في مرحلة خطيرة من المرض، فذهب بعض أهله أو أصدقائه لزيارته، وربما تعرضوا لحادث فعاش المريض ومات الصحيح. كم من سقيم، كم من سقيم قد تخطاه الردى فنجا، ومن الذي مات؟ ومات طبيبه والعواد. كم من صحيح، قل للصحيح، قل للصحيح يموت لا من علة. من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وقديما قالوا لا تظهر الشماتة بأخيك قد يعافيه الله ويبتليك. وهنا نقول لا تغمز ولا تلمز أخاك، قد يعافيه الله ويجعلك في موضع الابتلاء. فبدل أن تشكر النعمة جحدتها، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والتطاول على خلق الله جزء من كفران النعم بالله، وهو خروج على منهج الله، ولا سيما عندما يكون كما تفعل الجماعات الضالة وعناصرها المجرمة من الافتئات على الوطن ومحاولة هدمه بالهمز واللمز والغمز والشائعات والأكاذيب والافتراءات. ونؤكد أن كشف هؤلاء واجب شرعي وطني، لأن هذه لا أخلاق الإسلام ولا علاقة لها بالإسلام ولا تمت الإسلام بصلة. ومن يدعيها ممن يحسب نفسه على الإسلام فعذابه ضعفين، لأنه متاجر بدين الله، مفتئت بدين الله. المسلم يقتدي بسيدنا رسول الله، المسلم لا يكون سبابا ولا فحاشا ولا متطاولا ولا مؤذيا، لا للناس لا بالقول ولا بالفعل،
بل على العكس المسلم رحمة للناس، يمد يده بالخير كما قالت السيدة خديجة لنبينا صلى الله عليه وسلم: والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم. هذا هو الإسلام، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقي الضيف وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الدهر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه، يصل من قطعه، ويعطي من حامه، ويعفو عمن ظلمه. ألم يقل لأهل مكة عندما دخلها فاتحا منتصرا وقد نالوا منه ما نالوا أذى وافتراء: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم الطائف لما سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، ونزل جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله ربك، لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين. فقال: لا يا أخي يا جبريل، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا ديننا وهذا نبينا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء وحسن الاتباع، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. واحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل رزقها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.